خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا منى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير يا هالة، الجو ابتدى يبرد. ابتدى يبرد فعلا يا منى، نحس بالشتاء أخيرا. بكرة هيبقى أسقع شوية كمان. ده الناس اللي مستنية الشتاء بتقولك لا احنا لسه الشتاء ما جاش بالنسبة لنا، احنا لسه ما شفناش ولا برق ولا رعد ولا مطر ولا حاجة من الحاجات دي خالص. احنا عايزين نشوف الكلام ده أيام. هيحصل. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم بداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. دلوقتي شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. تعالوا نستكمل جولتنا دلوقتي ونروح لمحافظة الجيزة. الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات ولكنها متحركة. محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر بيشهد سيولة مرورية لكن المتجه للمهندسين في كثافات معتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. أما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين فتم فتحه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وبيشهد سيولة مرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق وإمبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح لمحافظة الأسكندرية، في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح دلوقتي أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية الجوية المفصلة، المرورية المفصلة، وهنبدأ دلوقتي مع حضراتكم نشرة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. طبعا الطقس النهاردة هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكن في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية هتكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، أقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.